هو ده بقى اللي اسمه في حضن الجبل. ده الجبل، في حد عامل قلب هنا، القلب ده احب اهديه للفانز. احنا هنا في مدينه بورصه في تركيا، في شلال كده، معرفش انتوا سامعيني ولا لا، في شلال ده عايزين نخش كده ايه نستكشف المايه دي، يا رب ما نقعش نتخبط ونتعور. في صخور مزحلقه وفي صخور، المايه ساقعه طبعا نازله من الجبل، فعايزين بقى نحاول نخش الاقصى. يعني في ناس جوه عايزين نخش جوه، ولو في امكانيه ننط في المايه دي جوه، في لو في عمق يعني ننط. يلا نحاول بقى نخش. ده اللي فات، لسه اللي قدامي اللي جاي اكبر. يا مسهل. اه ده في ناس بتعوم فعلا هناك. اه في مغطس يعني. ماشي نغطس بقى. ها الخطوة الجاية ازاي؟ يختي ابص العيال يا اولاد الذين. بيصرخ ليه الواد ده؟ اه اخوه الصغير. موضوع صعب، موضوع صعب، بس حمام سباحة طبيعي ده. حمام سباحة طبيعي اهو. هنا بقى غويطة جدا، هنا مطرح المية ما بتنزل تقدر تضرب غطس عادي وتنزل بدماغك. هنا كهف، هو ده يا جماعه اللي اسمه في حضن الجبل بالظبط. ده حضن الجبل حرفيا. هكتب لكم اسم الشلال ده تحت الفيديو عشان انا مش فاكره، مش فاكر اسمه اهو. حلوه الصوره كده صح؟ رهيبه. حاولت نزول الشلال، اول مره هنزل شلال في حياتي، الميه بتزق لتحت وفي نفس الوقت ميه عذبه عمري ما نزلت فيها، فهنشوف الوضع عامل ازاي. دعواتكم هيكون اخر فيديو عامل. حاولت اجي خط مستقيم الشلال ده كاني على كبير، وما قدرتش طبعا ارجع خط مستقيم، بس ميه حلوه شربتها. دي عصاره التلج، عايز اقول لك ساقعه جدا بس حلوه قوي منعشه جدا، وبتفوق وميه عذبه ما فيهاش بحر ولا ميه مالحه، احساس حلو قوي. هحاول اخدكم وانزل بيكم بقى. هنقع
الجبل، اي هبل في حضن الجبل. في واحد كتب للذكرى الهباب هنا، بص ايام العذاب بجد حاجه جميله جدا، يعني متعة للكبار والصغيرين، والدخول ببلاش، والدخول ببلاش يا جماعه. الحمد لله الايفون اشتغل في الميه، الصوت عالي قوي. أول مرة أشرب مية حلوة. شكرا وأشوفكم في الفيديو اللي جاي. وائل الصديق. Hey, boy.